بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هعمل معاكم حاجات فنية بسيطة جدا، قص ولزق في البيت مع الأطفال، وبسيطة خالص وسهلة. هنعملها بورق الأعمال، معايا الأدوات، معايا مقص، ومعايا جلو، ومعايا ورق الأعمال، معايا اللون أخضر وأبيض وأحمر وبينك، ومعايا فوم أسود وفوم أحمر. اول حاجة هنبدأ نقص. اول حاجة هنعملها هنعمل بالشكل كده، اللي هو هيبقى القاعدة بتاعت الشكل الفني بتاعي. هنعمل كده، هنعمل 2 بس بالشكل ده، وعاملها قدامكم اهي تبقى بالشكل كلها قد بعضها اهو بالشكل كده 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 كده. اجي تانيها كده طبقاها، تحسوا بقد بعضها بالشكل ده. هجيب الجلو واجي عاملة كده لازقاها ببعضها، بحيث افتحها اضغط عليها بقى جامد كده، افتحها كده تبقى بالشكل ده. هعمل كمان واحدة عشان نحطها هنا في الجنب اللي هو اليمين كده. انا عملت الثانية، وهدي 2 مع بعض، اجي لزقاهم، اجيب الطرف ده مع الطرف ده كده بالجلو، تمام كده كده. ممكن بالشمع، بس يفضل الجلو عشان ايه الشمع بهدلة بصراحة. الجنب التاني عشان تثبت كويس. كده انا عملت الارضية اللي انا هحط عليها الشكل الفني. ممكن الحتة اللي هي عند الراس ديت نيجي حاطين فيها حتة شمع بالشكل ده كده، جميلة. هنعمل بقى بقية الشكل. بعد كده هجيب ورقة أعمال اللون اللي هو قريب من الأصفر ده، وهنعمل دايرة، هنعمل دايرة. في حاجة ممكن نعمل بقى دايرة، بس كده هنقصها، نقصها بالمقص خلاص. قصيت الدايرة، هنجيب الشمع. انا بقى يفضل الشمع عشان تثبت بقى. نيجي حاطينها بس كده، تمام. بعد كده هنعمل برضو دوائر صغيرة خالص ونقصها على شكل النجمة. هنجيب برضو المقص ونقص ثواني. بعد كده برضو هنجيب برضو نقطع 3 دوائر وهنقصهم على شكل نجمة كده. هنجيب الدايرة هنطبقها كده بالنص، وبعدين نرجعها تاني
كده برضو بالشكل ده، وبعدين نرجعها تاني وبعدين كمان مرة لحد لما تبقى مثلث بالشكل ده. وبعدين هنيجي جايبين المقص من هنا من الزاوية دي ونيجي عاملينه زي شكل النجم كده، داير ما يدور كده، نعملها داير ما يدور بالشكل ده، هتطلع لي كده زي الوردة. طلعت لي وردة جميلة، تطلع بالشكل ده. هنعمل ثلاثة، كمان واحدة، نعمل كمان واحدة، نجي طبقينها كده، وبعدين كمان تطبيقة كده، كمان مرة، كمان مرة، ونيجو عاملينها قاطعينها داير ما يدور. بالشكل ده نجيب بقى جلو او شمع، نحط شمع يعني، نجيب بقى لازقين واحدة هنا، ونجيبين كمان واحدة نحطها كده، جايبين كمان واحدة نحطين الشمع كده، حطينا كده بعد كده هنعمل دعسوقة. أي حشرة يعني، انت ممكن تعملي نحلة، أي حشرة. أنا هنعمل دعسوقة وهنحطها بالشكل ده، خليكم معايا. هنجيب فوم، نجيب فوم احمر ونعمل دايرة، نجيب فوم احمر. بعد كده هنعمل بقى التعصوقة، عبارة عن دايرة حمراء وهنقسمها بالنص بالشكل ده، ماشي تمام، دايرة ودايرة اللي هي جسم التعسوقة، نشيل دي على جنب شوية، ماشي، ادي جسم التعسوقة. هنحط لها الراس بتاعتها، الراس نلزقها بالشكل ده، تمام. وادي نحطها اتنين، بتاعها بيبقى شكل نص دايرة من تحت بالشكل ده. بعدين بنجيب نص الدايرة بالشكل ده، نحط عليه شم، ماشي، وهنيجوا حاطينه تحت في نص الرسمة، في نص الراس بالشكل ده. شو هنجيب النص التاني برضو حاطينه في النص، الزاوية التانية تبقى بالشكل ده. نجيب بقى القلم ونبقى عاملين دوائر، ممكن كمان واحدة، وهنا كمان واحدة، وهنا كمان واحدة كبيرة كده. باقي بس العيون، هعمل عيون. هجيب حتة فومة نقصها على شكل دايرة، فومة سودة بالشكل ده، طبعا حتة فومة سودة كده نقطعها صغنن خالص، بحيث نعمل ايه العين. ممكن تجيب عين جاهزة، ممكن تعملي فومة بالشكل ده. خلاص انا جبت اهو بتاع السكر، وحاطينها كده لازقينها
نجيب بقى نعمل برضو النجمة اللي هي الصفرة دي، هنعمل فيها نجمة بيضة عشان تدي منظر. بكده كنا خلاص خلصنا اهي، خلصنا التعصقة، حطينا لها النقط اللي هي السودا ديت والعيون، وسهلة وبسيطة وممتعة جدا، بالذات لما تعمليها مع طفلك. والله انا بعملها لما بيزهقني خالص، بقوم اعمل له اي حاجة كده يلعب بيها وبتسليه. يا رب تكون عجبتكم وسهلة خالص. سلام.